السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد لا فيديو جديده في احسن الظروف وفي تمام الصحه نتوما والاهل ديالكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديده في القناه اللي كنتمنى تنال استحسانكم، اللي غنبارطاجي فيها معكم الاستعدادات ديالي، يعني كيفاش نوجدت الفطور ديالي، مع العلم ان في هاد لا فيديو راني وجدت حويجات كثيره، لان كل واحد اشنو تشها قلت غادي ندير لهم خاطرهم، وكانت عندي اصلا الرغبه انني ندخل الكوزينه ونوجد داكشي اللي بغاو كامل. يعني هانتوما كي كتشوفوا البيتزا، البسطيله، طاجين رجلي اللي داروا صراحه ماشي انا، الشلاضه المغربيه معلم انا ما بارطاجيتهاش معكم، والبسطيله حتى هي ما بارطاجيتهاش لانني غنخلي لها فيديو خاص لانها تستحق صراحه تجربه، شي حاجه روعه روعه. بالنسبه للصراحه درت لكم روتين وصافي، ما درت لكم شي مقادير اللي يعني وضحت داكشي بالتفاصيل. كنتمنى تعجبكم لا فيديو وتستمتعوا معايا وتبقاو تتفرجوا بطبيعه الحال حتى للنهايه، وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم والاراء ديالكم بطبيعه الحال ولي كومونتير ديالكم علاش لا. المهم انا البنات ما كندخل الكوزينه حتى كنصلي الظهر، عاد كندخل نوجد الفطور ديالي. ما نحرقش المراحل، كنتمنى لكم فرجه ممتعه ومرحبا بكم. المهم في هذا الفيديو يعني في هذا النهار اول حاجه درتها هي البيتزا، كيفما كتعرفوا كنبغيوها ترتاح. درت البيتزا التقليديه العاديه، الخميره، بودره الثوم، شويه ديال البزار، الخميره يعني وشويه ديال زيت الزيتون. كان صراحه نرمل ديك الدقيق ديالي بديك الزيت والمقادير، كنعجنها بالماء اللي يكون دافي، وكنخلي شويه ديال زيت الزيتون حتى للتالي، عاد كنجمع بها العجينه. المهم كنحاول نخلي العجينه مرخوفه. هنا ضفت الزعتر لاني تنيت راجلي يجيب لي الحبق ما لقاش، صافي درت الزعتر ما كنتش عوله صراحه نديرو، صافي كنجمعها بشويه ديال زيت الزيتون، كندلكها وهي هكا مرخوفه، ماشي كندلكها يعني كنجمعها كتنسجم العناصر وصافي. كما كنعرفوا الفورت ما كيحتاجش انه يتدلك بزاف، اون فوا كتخلي العجينه مرخوفه راه كطلع لك البيتزا مزيانه. انا غندير غير دي ميني بيتزا لان ولادي بغاو ليا ميني بيتزا. صافي غنغطيها ونخليها ترتاح. بالنسبه للعماره انا غادي نعمرها غير بالخضره اللي كتكون خضره، البصله والفلفله خضراء والفلفله حمراء فقط، يعني ما غاديش ندير شي عماره اللي هي سبيسيال، ولا صوص ديال الخضره اللي موالفه كندير. صافي هادشي باش غادي نعمرها، يعني ما بارطاجيتش معكم كلشي باش ما تجيكمش لا فيديو طويله. المهم كيف ما كتشوفوا الخضره راها خضره صراحه، كندير لها ديك الخضره كنديرها في بواطه سوبيره، تندير معها شويه البزار، شويه الملحه، شويه زيت الزيتون، وشويه ديال الزعتر، والا كان الحبق افضل. صافي كنعمر لي ميني بيتزا ديالي، ديجا دخلتهم تسهطتهم هكا في الفران، دائما رققوهم العجينه صراحه خرجات لي تبارك الله، رققوهم لانها كتنفخ لي ميني بيتزا ماشي بحال البيتزا اللي كتكون كبيره. المهم عطاتني هاد الكميه يعني تبارك الله ما شاء الله، يعني باش يبقى لولادي اللي تيتغداو الغد ليه. صافي كنعرفوا كلنا نعمروا البيتزا صراحه، ملي كيخطاني الحبق في البيتزا بحال ما عرفتش شنو خطاني، لان الحبق صراحه رائع. انا كنوصيكم انكم ديروا الحبق في البيتزا شي حاجه رائعه. المهم انا صايبتها هكا وغادي نغطيها غنخليها على جنب حتى يقرب الفطور، عاد غادي ندخلها الفران. ديجا غيكون اصلا سخون لان غنطيب فيه حويجات اخرى، غيكون سخون ديك الساعه ندخلها باش يذوب الفرماج، لان ديجا راه طايبه. كنعمرها بعدا بالخضره، كندخلها تسهط بالخضره ديالها ولاصوص ديالها، كيبقى لي غير الفرماج والطون اولا الدجاج ولا اللي بغيتو كنديرو حتى للتالي. كنغطيها ونخليها على جنب حتى كيقرب المغرب، عاد كندخلها باش كيذوب داك الفرماج. البنات غتشوفين انا درت هنا التخليطه ديال الفرماج، درت 4 فرماج راه كيتباع في بيم صراحه غزال، وليداتي كيحماقوا على الفرماج، داكشي علاش كثرت، لانه انا صراحه ما تيعجبنيش نكثر، ولكن وليداتي بغاو الفرماج كثير فكثرت ليهم، درت ليهم خاطرهم. وهنايا ملي حطيت البيتزا ديالي ترتاح دزنا باش نوجدوا الباقي ديال الاطباق اللي غنحتاجو اليوم في الفطور. صراحه بسيط، واحد الطاجين غيصايبو راجلي كيطلع لذيذ صراحه، راه الطياب من يد الرجال تيطلع بنين. الطاجين غادي يديرو بالبصله الصغيره والقوق والجلبانه، المهم الطريقه ديالو انا صراحه ما تندخلش معاه نهائيا في الطريقه ديال الطياب ديالو، لان انا كتهمني البنه والحمد لله كيكون بنين، الماكله ديالته كتكون بنينه. كيف ما كتشوفوا راه شلد البصله، غيحك دابا الثومه، درنا الحيمات قلال على حسابنا وصافي، لان هذا الطاجين غنخليوه للعشاء، غنتعشاو بيه، غنرافقوه بشويه ديال زعلوك اللي غنصايب عاوتاني، غير شويه ديال زعلوك، انا واحد طبيصيل صغير. المهم هنا راه حك واحد الرويس ديال الثومه، دايره انا الكاسرونه كتغلى كيغلى الماء، لان غادي ندير البطاطا. صراحه هذه البطاطا ما غنشاركهاش معكم دابا، من بعد ان شاء الله في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله غنحط لكم البطاطا اللي كنصايب اللي غتخليكم تستغناو على الفريت. انا متاكده انكم الا جربتوها غتستغناو على الفريت،
نظرا لكثره القلي والزيت كطير وماشي صحيه. يعني غنعطيكم واحد البطاطا رائعه. هنا راه درت الماء لان راجلي كيبغي يمرق بالماء، بالماء هذا غليان، خاف اللحيمات ما يطيبوش له. المهم قال ندير نخليهم يطيبوا شويه عاد ندير الخضره. كيف ما كتشوفوا هنا راه درت حميره، دارت فت قلت لكم انا كندير تحميره طبيعيه، راه تلاحظوا بانها ماشي حمراء، ما كتكونش حمراء بحال التحميره العاديه. المهم شويه ديال الابزار، كلنا كنعرفوا التوابل العاديه ديال الطاجين، ما كاينش شي حاجه لي سبيسيال، شويه الخرقوم، شويه ديال سكنجبير، المهم غنخليه يتقلى واحد شويه كما كتشوفوا. صراحه موالفين كناخذوا الحماس من واحد الجزار كنطيبوا كلشي في دقه، الخضره كيطيب لنا كي دجاج. دابا جابوا من الجزار واحد اخر، يعني خاف لا ما يطيبش له وغيخليه شويه يطيب بوحديتو. انا كما كتشوفوا راني قطعت بطاطا، قطعوها على الشكل اللي تبغيو، ولكن من الافضل انكم تقطعوها على شكل ديال الفريت. ملي كتقطعوها على شكل ديال الفريت الوليدات كيزعموا ياكلوها. المهم انا حكا نحاول نقطعها رقيقه بحال هكاك. المهم درت الماء غلا، غادي نضيف البطاطا ديالي. وبالنسبه لهذا البطاطا، بالنسبه للماء كنضيفوا له الملح بطبيعه الحال، راكم عارفين تنديروا فيه الملح والخل. راني نسيت ما درتش الخل، كنضيفوا حتى الخل، هو اللي تيخليها من الداخل كتجي خفيفه وكتجي يعني البطاطا كتجي خفيفه بزاف وتجي مقرمشه وتعطي حتى لوكو زوين. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم داك لوكو ديال الخل تيعطيها لوكو زوين، راه ما تيبانش، ما كيكون لا حامض لا والو، كيما كيبانش كيجي رائع. المهم الطريقه راني غنبارطاجيها معكم بالتفصيل في فيديو جاي ان شاء الله، هي والمايونيز ديال الدار اللي كنستعمل اللي رائع حتى هو بلا بيض، كنطلبته مني الاخت آية، كنقول لها من هذا المنبر دابا نحطو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غنحط مايونيز ديال الدار اللي كنعتمد انا. هو المايونيز ديال البيض صراحه راه صحي لانكم تاكلوا البيض خضر، ولكن ملي تيقيسوا الماء تيعطي ريحه الزفوره، ما تنبغيش، لهذا تنفضل انا هذا المايونيز. دائما المسيح، دائما انا مع اللي درتها غير ونتها كنجمعها باش ما كيغلبش عليا الحال، لانني يدي بوحدي وما عنديش لا ماشين يعني لا فيسيل ولا هذا. الناس اللي عندهم لا فيسيل راه تيحطوا المعينات كيستوكيهم حتى كيغسلوهم، انا والو، لان خصني الحاجه اللي وسختها نحيدها. بالنسبه هنا كتشوفوني راني العجينه حرشوم الويل اللي ما تيخطانيش، يعني ما عجنتوش يوميا، كنعجنو نهار ايه نهار لا، لان يعني راجلي كيبغي يتسحر به صراحه في الليل، كيبغي يتسحر به مع شويه اللبن ولا الياغورت ولا الحليب. كما كتشوفوا العجينه راه ديجا بارطاجيت معكم، غير كنجمعها كنخليها كترتاح، ملي كترتاح كتجيني ساهله في يعني كندلكها بسهوله، صافي كندلكها واحد شويه غادي نرجعها للقصريه ونغطيها ونخليها تطلق واحد شويه عاوتاني، كتجي ساهله قلت لك بحال هكا. كاع ما تعذبوا راسكم، سورتو انا الا عجنت خاصني نشرب الماء، وما تعرفوا مع الصيام صعيب الحال، لهذا غير تنجمعها وتنحطها على جنب حتى كتطلق عاد كتجيني ساهله في التليك. صافي رديت العجينه ديالي على جنب كيف ما كتشوفوا، راجلي مره مره كيحرك الطاجين. انا راه كنفك في المعينات اللي حطيتها كنفكها. المهم هنايا زاد شويه ديال الماء طايب، لان خاف اللحم كيف ما قلت لكم ما يطيبش، راه غادي يسد عليه خليه يطيب شويه. هنا البنات انا خديت كان عندي شويه ديال يعني شي طروفه ديال البنجال، ما بغيتش نضيعهم، سلقتهم قلت غنصايب بهم طبيصيله كصغير ديال الزعلوك مع انا عزيز عليا البنجال. صافي عندي لاصوص ديجا واجده، لاصوص اللي كندير في البيتزا ديجا واجده، يعني تتكون لاصوص اللي زوينه، تتكون فيها الفلفلات وتكون فيها الخضره. غادي نديرها هي، وغادي ندير شويه الربيع والثومه وشويه الحامض مصير، يعني شويه شويه من الحاجه وشويه الكمون، شويه ديال الهريسه اولا السودانيه اللي عندكم. صافي يعني عادي زعلوك راكم عارفين، غندير غير طبيصيل صغير.
بالنسبه للبطاطا راه تنخليها غير واحد شويه، لان هاد البطاطا شتا يعني بحال شويه عاصيه ما بغاش يدخلها الطياب، ضروري خصها يدخلها شويه الطياب، لان باش نديرها في الفران كتعرفوا البطاطا ملي كنديروها في الفران ضروري خصها تكون شويه طايبه، يعني ما تخليوهاش تهرى باش ملي تجيو تشرملوها ما تهرش معاكم، وفي نفس الوقت ما تخليوهاش خضراء. بالنسبه الا كنتو غتقليوها راه غير كتحطوها في المغليان 3 دقائق وكتحيدوها. المهم انا درت غير طبيصير صغير ديال الزعلوك باش نرافقو مع داك الطاجين، صافي يعني جمعت الروينه ديالي. نضيف العطريه على زعلوك، صراحه كيجي بنين مع سقطرتو مزيان، يعني نشوف ليا الدنجال مزيان. هو انا عاده كنشويه في الفران ما تنديروش مسلوق، غير انا ملي بقاو لي ديك الطريفات قلت بلا ما نشعل عليهم الفران انا نسلقهم ونخليهم يسقطرو ونشرملهم وناكلهم يعني ما يضيعوش. وكتعرفوا زعلوك راه تديروه في سوبيره تسدو عليه تيبقى مزيان حتى لثلاث ايام، تيبقى يومين ثلاث ايام تيبقى مزيان. واخا انا ما تيبقاش ليا مع عزيز عليا الدنجال ما تيبقاش كناكلو صراحه، انا لقاه هو في السحور بارك عليا، ها هو وخبيز الله يجعل شي بركه. المهم راجلي راه كيستف في البصله، البصله صراحه الصغيره كتجي رائعه البنات، غير جربوها رائعه رائعه. سورتو اننا لقيناها غير بجوج دراهم الكيلو، خدينا منها بالكثره لانها تجي زوينه حتى مع الدجاج، ملي تديروا الدجاج وتديروا يعني الحلاوه تديروا مع الزبيب تجي رائعه، يعني بلا ما تقطعوا البصله ديروها غير هكا وديروا معها الزبيب ومع الدجاج كتجي خطيره. بالنسبه للقوق راه دار القوق اللي يعني قلت له علاش قلبتيه، قال لي غير خليه، ما عرفتش خليته قليته على راحته. ونضاف عليه شويه ديال الملحه شويه ديال العطريه وصافي باش ينسما وغادي يسد عليها، وراها تذوب هذيك البصله تذوب. باقي غتشوفوا معايا الطاجين ان شاء الله كيفاش كيطلع، وجربوه مع الدجاج والزبيب كيجي رائع. صافي ضاف الجلبانه كلها تيخدم، كلنا يدينا خدامين صراحه، متعاونين والله صراحه تيجي كلشي ساهل ما تنحسوش كاع بالعيا، الحمد لله تدوز الامور مزيانه. ملي كيكون التعاون زوين صراحه توجد الفطور مع شي حد، ملي كتكون بوحدك راه تيجيك الملل والقنط. بالنسبه للبطاطا ديالي راه درتها باش نستقطرها ويعني نديرها في شي شبكه ونخليها تقطر مزيان، خاصها تنشف ضروري خاصها تنشف. صافي راجلي كمل غيسد على الطاجين ونخليه يطيب على عافيه مهيله، كنأكد بان الطاجين الا بغيتو يجيكم بنين دائما العافيه مهيله. بالنسبه لحرشوم الوي ديالي راه ديجا بارطاجيت معكم الطريقه التقليديه الامازيغيه الاصليه، درت حرشوم الوي كبير صراحه، باقيين غتشوفوا معايا كيفاش صراحه هكا كنتهنى، كندير ثلاثه ولا جوج وكنرتاح صراحه، ما كنبقاش كل ديك الطياب كنتهنى حتى في الطياب دغيا تنطيب وتنوض. البراج اللي راه مرة يطلع على الطاجين راه طلاق الماء، يعني راه ما دارش الخضره حتى نشف ومع ذلك طلق الماء، كتعرفوا البصله طلق الماء. والجلبانه ديجا دايراها في الفريكو. بالنسبه للجلبانه صراحه ما عرفتش واش غادي نقدر نبارطاجيها معكم، نقدر نبارطاجيها معكم غير هكا صوتي كيفاش كنكونجليها صراحه، كانت قالت لي الطريقه لوستي الله يجازيها بالخير، صدقات رائعه ديك الطريقه، يعني ما كتجيوش تكونجليوها غير هكاك، يعني ضروري تديروها في الماء غليان غير تطلع ديك الغليه وتحيدوها وتصفيوها عاد ديروها تخليوها تبرد عاد ديروها في المجمد. بالنسبه للبنات هنا انا تخوى ليا الماء ديال البطاطا، وكتعرفوا دائما مسحوا نحيدوا الروينه علينا، راه مسحت هذاك الماء ديال البطاطا كما كتعرفوا هذه البوطه عندي راه ديجا بارطاجيت معكم خصها المسيح دائما، حيدوا علينا اللي بانت لينا نحيدوها واللي قدينا نحيدوها تنحيدوها. الطاجين راه هو تايطيب هنا البنات كيف ما سبق وقلت لكم ضروري المائده الرمضانيه تيكون فيها الحلو، يعني شي كيكه حلوه. اليوم بغاو ليا ولدي الصغير تيحماق على البسبوسه، فديجا بارطاجيت معكم البسبوسه في المول العجيب، نفس المقادير اللي درت في المول العجيب هما اللي درت هنا، يكفي ان يكون عندكم هذوك لي مول صغار كيف ما كتشوفوا عند معايا هنايا، كيجيو غزالين صراحه. هادو بلا ما تسقيوهم تيجيو هشاش وزوينين بلا ما تسقيوهم، كيجيو محمرين على هذا الشكل. ان شاء الله نهار اللي نديرهم هكا بالتفصيل نبارطاجيو معكم، كيف ما قلت لكم يكفي يكون عندكم هاد الليمول هادو، انا راه عندي صغار بزاف وعندي كيف ما كتشوفوا هنا راه كبار شويه، ففرق درت شويه هنا وشويه هنا. المهم نفس الكميه اللي كنت درت في المول العجيب نفس المقادير بالضبط هما اللي درت هنا، كيف ما قلت لكم هاد البسبوسات الصغار ما تحتاجوش انكم تسقيوهم، ولكن انا كان عندي بقى ليا الليمون اللي حكيت
ديك القشره ديالو، قلت ندير بهم السيرو ونسقي غير شويه، غير معلقه الوحده مثلا، يعني ما بغيتش نضيع داك الليمون، وفي نفس الوقت بغيت صراحه نسقيهم، يعني كيعجبوني مسقيين، مع العلم انهم تيجيو زوينين بلا ما تسقيهم. الا ما سقيتهمش تقدروا تدهنوهم غير بالناباج ولا بالكونفيتور ديال المشمش، وديروا عليهم شويه ديال الكوك او اللوز. المهم انا ولادي تيحماقوا على الكوك، وديجا دايره فيها الكوك في العجينه يعني في المقادير ديالها دايره الكوك. صافي كندهنها بحال هكا وتنقدموها مع العصير، تتجي هائله معايا مصايبه بالليمون، وكتقدمها مع عصير الليمون. واللي باقي ان شاء الله نبارطاجي معكم العصير اللي رائع، تيعطي كميه كثيره وبطريقه سهله، وتعطيكم بحال المذاق ديال العصير اللي كنشربوا في اللي كناخذوا في الحانوت، رائع صراحه، هو اللي كنعتمد انا بزاف. المهم هما هادو البسبوسات ديالنا كيفاش كيجيو، الشكل ديالهم كيجي صراحه زوين. كيف ما قلت لكم ديما ترافقوهم مع العصير، قطعها لكم باش تشوفوا، يعني كتجي صفراء، كتجي هائله هائله صراحه. انا كنفضلها على ليكيك، يعني ماشي ما تعجبونيش ليكيك، ولكن تنفضلها على ليكيك. هنا البنات من بعد ما استقطرات لي بطاطا مزيان كيف ما كتشوفوا، نشفات مزيان، دابا غادي نبدا نشرملها. كيف ما قلت لكم غنخلي لكم فيديو فيه الطريقه بالتفصيل. انا ما تنقليش بطاطا صراحه، مره في ما عرفتش شحال عاد تنقلي بطاطا، ما تنقليهاش بزاف. انا القلي بصفتي نهائيه قليل، يعني كنضل شهور عاد كنفكر انا نقلي شي حاجه. عندك الحوت، عندك كل شيء، ما تنقليش دائما. كاين الناس اللي كل سيمانه ولا كل جوج مرات في السيمانه خاصها تقلي، صراحه راه ماشي صحي داك الشيء. يعني مره انا اللي تشهينا راه تنقليه، ولكن كيف ما قلت لكم على شهور عاد كنفكر انني نقلي. انا البطاطا هذه هي البطاطا اللي كندير عاده، غير الا تشهينا بطاطا فريت مره في ما عرف شحال. وهذه كنديرها حتى مع الدجاج، كنديرها مع الدجاج، كنزين بها الدجاج، كتجي رائعه. المهم راني شرملتها، خليتها واحد شويه نغلف اللاطه ديالي بالبابي كويسون. على فكره البنات البابي كويسون دائما خذوا البابي كويسون اللي تيكون شفاف ورقيق، كتحسوا به رقيق وشفاف بحال الانسوخ. الا كتعرفوا الانسوخ، الا لقيتوا شي بابي كويسون غليظ وكتحسوا به بحال الورقه، الورقه ديال الدفتر غليظه بحال هكا، وياكم تاخذوها. عاصي انا خديت باكيه لحتها كامله، كلشي لصق ليا فيها، حتى شي حاجه كلشي ضاع ليا، داكشي كاع اللي لصق فيها صراحه كلشي خسر ليا. لهذا عندك ردوا بالكم، ما عرفتش واش غادي نلقى لومبالاج ديالها باش نحطها لكم، ولكن راه مكتوبه فيها كويزين كنظن، والله الا ما بقيتش عاقله بالضبط. ولكن وياكم تاخذوا، دائما قلبوا، الا كانت غليظه ما تاخذوهاش. وما كينفعوا صراحه هاد الورق ديال بابي كويسون كينفع بزاف، نافعنا بزاف صراحه، عتقنا، كنحافظوا على اللاطات ديالنا، ما تنبقاوش غسل يعني كثره الماء، كتهزي غير داك الورق كتلوحيه صافي وكتستخدميه. يعني بحال دابا انا البطاطا غنستخدمو جوج مرات صافي عاد غنلوحو بنفس الشيء. ولا البطاطا نيت كندير فيه نيت البطاطا صراحه، البطاطا انا كنديرها نهار ايه نهار لا، لان كتعرفوا الوليدات كيحماقوا على البطاطا. صافي دخلت البطاطا ديالي الفران، حطيتها الفوق، شعلت لها العافيه من التحت وحطيتها الفوق حتى تبدا تطيب وتنشف، عاد كنهبطها تحمر صراحه. ما كتنسايها، كتمشي كتلقايها الله طابت، يعني ما كتمحنيش معها. البنات كيف ما قلت لكم انا دائما كنفك الماعن، ما تنخليش عليا باش مورا الفطور تنبقى مرتاحه، تيبقى غير داكشي اللي فطرنا فيه، يعني القضيه تتكون مرخفه. يعني انا واقفه في الكوزينه خدامه نحيد عليا الروينه، ماشي نبقى ورا الفطور. كنت كندير ديك القضيه ديال خلي من بعد ملي تيفوت الفطور تنمشي تنبقى واقفه بالساعه بالساعتين حتى كنتهد، يعني ما كاين لاش اللهم بنادم اللي وسخها يغسلها في البلاصه ويتهنى ويرتاح. هادشي اللي كندير انا، دو سيستيم باش غادا هكا كتخفف عليا، حتى الا ما فياش اللي غسل كاع الماء ديال الفطور تنطرفهم كلهم في واحد البلاطو كنخليهم حتى كنسالي ليهم ونرتاح عاد كنوض ليهم. واللي عندهم لا فيسيل يعني الحمد لله مزيانه بعدا كتنفعهم. هنا درت الماء اللي طايب باش نحيد الدهون اللي كاينه في الماعن، هادي كلشي كيعرف يغسل الماعن، انا غبارطاجيت معكم النهار ديالي وصافي. المهم طرفت الدنيا كيف ما كتشوفوا، حيدت عليا الروينه، مسحت كلشي صراحه، شطبت الارض. دابا انتما كتشوفوا بطاطا من بعد ما خرجتها هي كيفاش كتجي صراحه، ما بريزونطيتهاش مزيان هنا، ما قدمتهاش لكم مزيان لانني زربانه ودايره بزاف ديال الحويجات كيف ما عاودت لكم، وصراحه بسطيله ما شاركتهاش معكم لا فيديو ديالها ما صورتهاش صراحه. المهم كيف ما كتشوفوا البطاطا ديالي حطيتها بشكل عشوائي، عندي حرشوم الوراه تيطيب في البوطه في المقله،
هنا غادي ندير المايونيز ديالي اللي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. كيفما كتشوفوا هاد القريعات ما تنفرطش فيهم، تينفعوني صراحه. المايونيز هو هذا خطير صراحه، غيخليكم تستغناو على داك المايونيز وتعطيكم كميه مزيانه يعني بمقادير بسيطه. كيما كتشوفوا حرشه مليون انا ديجا طيبت وحده، كيجي رائع، كيجي صراحه خفيف وزوين. بالنسبه للطاجين راه باقي كيف ما كتشوفوا، نطفيو عليه دابا، راه كلشي طاب، راجلي قلب ولقى كلشي طاب. صافي غادي نطفي عليه. المهم البنات هذا هو الفطور ديالي صراحه بسيط. بالنسبه للشلاضه انا ما بارطاجيتهاش معكم لان كنخلي حتى لاخر لحظه عاد كنتبلها عاد كنحطها في التبصيل. العصير حتى هو حتى لاخر لحظه عاد كنطحنو. المهم كيف ما شفتوا هذه البيتزا ديالي بعد ما خرجتها من الفران حطيت على هذا الشكل، والبسطيله ديالي رائعه. هذه البسطيله انتظروا الفيديو اللي غنحط لكم فيه هذه البسطيله، راه كتجي روعه. وهذه هي لا فيديو ديالنا صراحه، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وتكونوا استمتعتوا بلا فيديو. المهم داكشي بسيط، بامكانك بحويجات غير اللي عندك في الدار توجدي بزاف ديال الاطباق وتذوقي المائده الرمضانيه ديالك. صراحه كيف ما قلت لكم انا ما تنديرش هادشي كله، ولكن درت لهم خاطرهم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الطاجين، صراحه جا معلك، جا صراحه داكشي غزال، ريحته كتشهي. وهذا البصله كيف ما قلت لكم شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي كدوب. واللحيمات اللي كنا خايفين منهم ما يطيبوش راه طاب حتى هو ولا زبده صراحه. المهم البنات هذه هي لا فيديو ديالنا، وصلنا النهايه ديالها. كنتمنى تكون استمتعتوا معنا وتكونوا تفرجتوا وما مليتوش. وشكرا للناس اللي غيبقاو كيشاهدوا حتى لدابا، شكرا لكم بزاف بزاف. اذا دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.